ناخد تأمل بتاعنا الصغير النهاردة عن العذراء مريم في قطع الساعة الكام التالتة. احنا المرة اللي فاتت خدنا باكر، النهاردة ناخد the third hour، القطع بتاعة العذراء مريم في الساعة التالتة. القطعة الأولى والقطعة الثانية بتتكلم عن الروح القدس. ليه؟ لأن في الساعة دي حل الروح القدس على التلاميذ. القطعة الثالثة بنتكلم فيها للعذراء مريم، بنقول لها إيه؟ يا والدة الإله. طبعا هنا كلمة والدة الإله عرفناها وتكلمنا عليها، أن العذراء مريم اللي تولد منها هو رب المجد يسوع، هو الإله المتجسد. مش يتولد منها يسوع الطفل وبعد كده المسيح حل فيه فبقوا اتنين مع بعض شخصين، لا، ده اللي قالوا ده نسطور. خلوا بالكم لان في العراق في كنيسة اسمها كنيسة المشرق النسطورية او كنيسة المشرق، ليهم بطرق وليهم خدمة. دول طلعوا وبعدين حبوا ينضموا لمجلس كنائس الشرق الاوسط، قالوا لهم انتوا تبع النسطور. والكنيسه القبطيه وقفت انهم يدخلوا في مجلس كنائس الشرق الاوسط. دول بقى لما يصلوا في صلواتهم يقولوا احنا بنلعن القديس كورولوس عمود الدين اللي هو القديس بتاعنا، بيشتموه ويلعنوه في كجزء من الصلاه بتاعتهم. لما كنا في ساكرامنتو بنجتمع كنايس الميدل ايست تشيرشز، جيب حد بعت لي جواب قال لي ايه؟ قال لي احنا كنيسة اصلية من زمان، بس هم لما اجتمعوا، انتوا عارفين المجمع اللي حاكمهم اسمه مجمع افسس، فقال ايه، احنا لما جم يتكلموا يناقشوا القضية بتاعتنا احنا ما كناش موجودين. كنتش موجودين ازاي؟ وبيقولوا القديس نسطور وبيحطوا صورته وبيعتبروه قديس كبير عندهم، اللي هي كل الكنائس رفضتهم. وللأسف للأسف يعني بعد ما اتفقنا مع الكاثوليك فوجئنا بيهم انهم حطوا ايديهم في ايديهم وعملوا اتفاق بين الكاثوليك وبينهم ملوش دعوة خالص بكل الكنائس. فقال لهم بقى وقفوا بقى، انتوا بتحطوا ايديكم في ايدين النصاترة اللي كلنا من 1500 سنة متفقين ان الكلام ده غلط، تحطوا ايديكم في ايديهم ازاي؟ ودي احد الحاجات الاساسية في الحوارات مع الكاثوليك موقفان، ازاي كلنا نتفق على حاجة وانتوا بس تروحوا طالعين وحديكم حاطين ايديكم في ايدين النصاترة؟ فهم بينكروا والدة الاله. فعشان كده تلاقوا دايما الاساقفة الاسقف بتلاقيه لابس ايه، ايقونة كده عليها ايه، حد بياخد باله، العذراء شايلة المسيح، عشان يقولوا احنا اساقفة بتوع الكنيسة الارثوذكسية نؤمن أن العذراء والدة الإله. تلاقي الكاهن يلبس صليب علشان هو تعبان ومصلوب من أجل شعب، الأسقف يلبس الأيقونة بتاعة العذراء شايلة المسيح عشان يعلن أنه ضد نسطور. خلوا بالكم الأساقفة النسطوريين ما بيلبسوش الأيقونة دي خالص، وعشان كده تلاقوا أي أسقف أرثوذكسي لابس العمة بتاعته ولابس الصليب بتاعه، هما الموضوع مختلف. احنا عايزين نأكد ان العذراء والدة الاله. خلوا بالكم لان الكلام اللي بقوله ده كلام مهم جدا، في ناس كتير قوي ما تعرفوش، ففرصة مهمة في النهضة نعرف الحاجات دي. بنقول لا يا والدة الاله انت هي الكرمة الايه، الحقيقية ولا الحقانية؟ انت الكرمة الايه، حقيقية الحاملة عنقود الحياة. يعني ايه؟ يعني انت عذراء الكرمة. يجي حد يقولك استنى، ازاي بتقول ان العذراء الكرمة والمسيح قال انا الكرمة؟ انا بلخبطكم كتير بس خلوا بالكم. يجي حد يقولك انتوا ازاي في صلاتكم بتقولوا العذراء مريم انت الكرمة الحقيقية والمسيح قال انا الكرمة وانتم الاخصان؟ نقول له لا، هي القصة انت باصص لها ازاي. المسيح قال انا الكرمة وانتم الاغصان، يبقى كل واحد فينا غصن فين؟ في الكرمة المسيح، صح؟ لكن هنا بنقول لها انت الكرمة اللي شايلة عنقود الحياة، يبقى هي اللي شايلة المسيح والمسيح العنقود اللي جالنا منه ايه، الحياة. فلما نتكلم على المسيح العنقود
تبقى العذراء هي الكرمة اللي شايلة ايه؟ العنقود، صح؟ لان الكرمة بتدي للعنقود العصارة بتاعتها وبتدي له الطابع بتاعها، زي ما المسيح خد من العذراء مريم الايه؟ فهمتوا الفكرة؟ فهنا بنقول على العذراء انها شايلة العنقود المسيح، عشان كده نقول لها انت الكرمة الحقيقية الحاملة ها؟ عنقود الايه؟ الحياة. فهمتوا الفكرة؟ يعني مش في تخالف، لا ده نفس المعنى بس من زاوية تانية خالص. نسألك أيتها الممتلئة نعمة. طب الممتلئة نعمة احنا جايبينها في مزاجنا ولا هي موجودة في الإنجيل؟ هم الايه فيها معرفتها منين؟ فين الإنجيل اللي بيقول عليها السلام لك أيتها الممتلئة نعمة؟ لما جم في الترجمة البروستانتية قالوا السلام لك أيتها المنعم عليها، لكن هي في أصلها الممتلئة نعمة مش المنعم عليها. ممتلئة نعمة ان انت جواكي مليانة نعمة، المنعم عليها يعني انت يعني بس احنا ربنا اداكي نعمة من فوق. طبعا دي بتخدم الغرض البروتستانتي اللي هو بيقول ان العذراء مريم يعني زيها زينا، لا طبعا. فانت الممتلئة نعمة في النص القبطي والنصوص السريانية والنص اليوناني الممتلئة نعمة. انت هي بسألك ايتها الممتلئة نعمة مع الرسل. سؤال بقى، هو احنا لما بنتكلم مع العذراء بنصلي لها؟ لا، انا قلت لكم المره اللي فاتت احنا بنكلمها واحنا بنصلي. عشان كده الدليل ايه؟ اهو نسالك مع الرسل، يعني كاننا شايفين الرسل كلهم وشايفينها، فبنقول لها لو سمحت يا عذراء انت والرسل اعملوا ايه بقى من اجل خلاص نفوسنا. يعني ايه من اجل خلاص نفوسنا؟ يعني بنقول للعذراء مريم انت المسيح جه وتجسد عشان يفدينا، وبعدين الرسل خدوا الفداء ده نشروه في العالم، فانتوا تعبتوا قوي عشان الفداء يوصل لنا، فصلوا عشان نحافظ عليه. سؤال هسأله لك اشوف، هو احنا ضامنين ندخل السماء على طول ولا ممكن نضيع في سكتنا؟ ممكن نضيع. الدليل ايه؟ الدليل ان في ايتين او اكتر في الكتاب المقدس، بس انا اجيب لكم دلوقتي ايتين فاكرينهم حلو قوي. بولس الرسول يقول كده، أناس كنت أذكرهم لكم قبلا في الخدمة أذكرهم الآن باكيا بالدموع وقد صاروا أعداء صليب المسيح. يبقى ناس كانت بتخدم وكانت جوه الكنيسة صاروا أعداء صليب المسيح، يعني أنكروا الإيمان. مش معنى أن أنت تعمدت أن أنت خدت الجارانتية تخش السماء، لا، أنت ابتديت في الطريق، فيجب أن أنت إيه بقى؟ تكمل السك. فبنقول للعذراء مريم ساعدينا من أجل خلاص نفوسنا، يعني صللنا عشان المسيح يساعدنا، وانت بصلواتك عشان تتغفر لنا خطايانا ونقرب لربنا ونمشي في سكة السماء شوية شوية. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا. اهي يهيئ الطريق يعني ايه؟ يساعدنا. مش بنقول في القداس اهدنا الى ملكوتك؟ ساعدنا يا رب، ساعدنا من المشاكل الموجودة، من حروب الشيطان الموجودة. دي قطعة التالتة. القطعة الساعة الثالثة فيها ست قطع، القطعة الستة فيها حتة صغيرة خالص عن العذراء مريم جميلة قوي. يقول إذ ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. وبعدين نقول يا والدة الإله، شوفوا كلمة والدة الإله لقب مهم قوي، سي أوتوكوس، أنت هي إيه؟ باب الإيه؟ السماء. يعني إيه باب السماء؟ يعني أنت اللي المسيح فتح الباب ده ونزل لنا منه وجاب لنا الخلاص. هو اللي دخل منه لعالمنا وتجسد وقعد في بطنك 9 شهور وجالنا، فانت باب السماء. يبقى لما نقول العذراء مريم باب السماء، يعني ايه؟ الباب اللي جه منها ايه؟ المسيح. في معنى تاني جميل اختم بيه، انت سندينا بصلواتك علشان ندخل السماء، بتسندينا بصلواتك، يعني كأنها هي اللي جه منها المسيح، وكمان هي بتسندنا بصلواتها عشان ايه؟ نمشي في سكة الايه؟ السماء. عشان كده واحنا في القداس وابونا بيقول واهدينا الى ملكوتك، قل له يا رب ساعدني في السكة امشي. الآية التانية اللي قلت لكم عليها اللي هي بتقول ان المؤمن ممكن يضيع، بتقول ايه في سفر الرؤيا؟ جاهد لألا يأخذ احد اكليلك. يعني ايه؟ ها؟ يعني ايه جاهد لألا يأخذ احد اكليلك؟ يعني انت ليك اكليل بس تجاهد لحسن ايه؟ حد ايه؟ ياخده منك. بولس الرسول في عظمته يقول ايه؟ جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، واخيرا
وضع لي إكليل البر. شفتوا يعني ده بولس بقى بيقول أخير يعني سكة. بس الحاجة الحلوة في السكة دي إن المسيح معاك ما بيسيبكش فيها أبدا، بس أنت لازم تعمل البرت الصغير بتاعك وهو يساعدك في الطريق. يبقى كده خدنا تأمل الباكر وخدنا الساعة.